طيب نرجع تاني. خامس نصيحة. خامس نصيحة. خامس نصيحة، تخيلي لو جبت لك كوباية فيها فيتامين دال بما يعادل 100 جرام سلمون مطبوخ، وفي نفس الكوباية دي جبت لك كالسيوم بما يعادل 100 جرام بروكلي، وفي نفس الكوباية دي كمان جبت لك بوتاسيوم بما يعادل موزة كاملة، وبرضو في نفس الكوباية جبت فيتامين ألف بما يعادل جزرتين كاملين، وبرضو جبت لك فوسفور بما يعادل كوباية من اللوبيا، وفوق ده كله جبت لك كمية بروتين محترمة، كمية زنك، كمية فيتامين بي المركب كاملة، كل ده في كوباية واحدة. ده ايه ده طبعا بقى؟ دي كوباية نقول عليها كنز، كوباية ما ينفعش طفلنا يروح المدرسة من غيرها، هي دي كوباية اللبن. كوباية اللبن اللي احنا كلنا بننصاع ورا اطفالنا اللي بيقولوا لا احنا ما بنحبش اللبن. تخيلي انت بتضيعي على ابنك ايه. لازم كوباية اللبن يا جماعة. كوباية اللبن مهما ناس طلعت دلوقتي وتشكك ده اللبن ده ملوش لازمة، ده اللبن ده وحش، ده اللبن، اللبن قيمة غذائية رهيبة، قيمة غذائية ما ينفعش نحرم نفسنا ولا أولادنا منها. كوباية اللبن ميزتها ان هي بكمية بسيطة فيها قيمة غذائية رهيبة جدا. فلو سمحتم سيبكم من الدلع بتاع الأولاد، وبأي حيلة حببهم أولادكم في اللبن.